شكون هذا رايح؟ نفح شقير يا سيدي ها؟ قالك داربي مشي ترين على شيء. لذا سال جيم جيت يا نفحش. كارنيفور ياكل في راسه ياكل على راسه في الانشارتد و. صحيت الجول. الكارنيفور يوزع ونفحش يتقدم ويوزع ويدق له والهدف كابتن كشدش شنو انطباعاتك على الماتش؟ حسب مريم كان يبرك شكر على راسه حسب مريم هو معناها تأويلات الكل تقول للكارنيفور بالشكل على راس اما العالم الكونيكسيون معناها ما نعرفش تشبعوا بيتزا اليوم تشبعوا بيتزا اليوم على حساب الكارنيفور ما عنده تكتيك غولاتو 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 والكارنيفور انت كجيل بيتزا تحبها خاصة